اسماء تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. كل عام وانت بخير يا شيخ. وحضرتك بخير وبسلام يا فندم. بقول لحضرتك انا كنت مريضه نفسيا وكنت كشفت قبل كده وتابعت يعني عشان خاطر الدكتوره تديني مهدئات وكده عشان كنت مريضه نفسيا. بعد كده ما قدرتش اتابع اكتر عشان خاطر الظروف الماديه وكده. وبعد كده رحت يعني تدور على حاجه يعني انا بحبها عشان خاطر اقدر ايه اقدر اطلع نفسي من ان انا فيه شويه. فلقيت نفسي ان انا ايه بقيت احب اقرا قصص وروايات وكده. لقيت نفسي في الحاجه دي لقيت نفسي بقيت احبها كده قوي. وبعد كده حسيت ان انا اتثقفت شويه فيها. فانا بس طول الوقت عندي حاجه تقول لي لا انت الوقت ده انت حرام انك تفضلي ايه مضيعه. مثلا كنت تقري بالقران احسن. لا في حاجه يعني حاجه ضميري عمال يقول لي لا انت ما كنتش. عشان الحمد لله رب العالمين مع العلم ان الحمد لله انا بصلي الصلاه معادها وبقرا الورد بتاعي وبقول اذكار الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بحاول ان انا ابعد عن اي معصيه. الحمد لله بفضل من عند ربنا. ربنا طيب من علينا نحاول ابعد عن المعصيه. يبقى انت سؤالك يا استاذه اسماء، هل انا حرام علي ان انا اتمادى في قراءه القصص واتمادى في الكتاب واتمادى في ده؟ ولا لا وانا بقرا وبكتب برضو يعني انا بكتب بس ما نشرتش. طيب حاجه دي حاجه تانية. السؤال الثاني. طيب السؤال الاولاني ده السؤال الثاني. السؤال الثاني انا عندي اخت جوزها يعني كان بيتكلم كل ما زمان عندهم فكان بيتكلم وبيقول احاديث غلط يعني عمال يتكلم بيقول احاديث غلط كده. فانا اضطريت ان انا صراحه يعني ما قدرتش ان انا صح رديت عليه. بقيت اقول له الاحاديث اللي انت بتقولها ده غلط وبتقول له الاحاديث الصح. فانا انا اخد واتكلم معاه كده ده يجوز ولا لا يجوز؟ انتوا بتتكلموا مع بعض امتى؟ هو كنا عازمين وجوزي قاعد واخت جوزي قاعده كلنا قاعدين. طيب خلاص فهو كان بيقول احاديث غلط فانا كنت رديت عليه ده يجوز ولا لا يجوز؟ هجاوب على حضرتك. في سؤال تاني يا استاذه اسماء؟ جزاك الله خير. ربنا يجازيك خير يا رب. تسلمي. الله يبارك في حضرتك. بصي يا استاذه اسماء، اول حاجه ان انت تقراي قصص وكده بدل ما انت تروحي تقراي القران، واقراي ما يدفع عنك الوسواس. فافعلي ما شئتي. ان انت تقراي ما يدفع عنك ما يدفع عنك الاكتئاب، افعلي ما شئتي، اقراي ما شئتي، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعمر قلبك بالنور وبالفضل. لكن مساله ان انت تتناقشي في صحه الاحاديث او في ضعف الاحاديث ده يعمله المتخصصين، انت حضرتك مش من المتخصصين. لو حضرتك سمعت حاجه حلي على الحاجه اللي انت سمعتيها، ما تقوليش انت ده صح وده غلط. ليه طيب؟ لان انت لسه قايله انت ما عندكيش وقت تذاكري العلم الشرعي. مش انت قلتي ان انت بتاخدي الوقت في الكتابه وفي قراءه القصص، فانت ما عندكيش وقت تذاكري العلم الشرعي. فالصواب ان انت تنشغلي بما انت جيده فيه. اما مساله المناقشه بقى في الاحاديث ده صحيح وده ضعيف، فنسيبها للمتخصصين. نعم.